السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم. بديئا ببدء بودي الرحب اولا وقبل كل شيء بالممثلين في الجامعه العربيه اللي جاونا كملاحظين في اطار العمليه الكبرى اللي تنتظر كل الجزائريين ابتداء من غد ان شاء الله. فاهلا وسهلا بالاخت من الصومال من جيبوتي اللي موجوده معنا هنا، والاخ من دولة فلسطين، ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. هذا الشعار يقال دائما. أهلا وسهلا بكم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق فيما يخص المهمة تاعكم في هذه